في اليوم الأخير من بطولة العالم الخامسة لمحترفي جوجيتسو في أبوظبي التي أقيمت على مدى 3 أيام، توج الإماراتي عيد ريحان الطنيجي بالميدالية الذهبية الوحيدة في هذه البطولة لفئة الوزن المفتوح ما فوق 100 كيلوغرام، وهو الإماراتي الوحيد الذي فاز في تصفيات اليوم الثالث الذي خصص للأوزان الثقيلة المفتوحة. 24 التقى البطل الإماراتي العالمي الذي سبق له أن فاز بميدالية ذهبية عام 2009 في آخر مشاركاته في هذه البطولة، ليبتعد بعدها عن ممارسة اللعبة لفترة محدودة ولأسباب خاصة كما قال لـ 24، ويعود هذا العام بمفاجأة كبيرة لجمهوره الإماراتي. الحمد لله فزت في ميدالية ذهبية في الوزن المفتوح، مع أني خسرت في وزني بس أثبت أني أفضل، يعني خسرت منه فزت عليه في الوزن المفتوح الحمد لله، وحصل ميدالية ذهبية في الوزن المفتوح. شو رأيك في لعبة جيتسو ومستقبلها في الإمارات؟ والله مستقبلها بدعم الشيوخ والإدارة في إدارة الاتحاد المصارعة ودعم الجمهور، في مستواها وايد مرتفع الحمد لله، في شباب يعدون هنا عدوا مستوى طيب هنا وفي الخارج، مثل بان أمريكا في 2 يا واحد ميدالية فضية، في واحد جاب ميدالية برونزية، وفي شباب أدوا في البطولة الثانية بطولة البرتغال يجيبون ميدالية الحمد لله، يعني في مستوى مرتفع. نعم، يعني علم الإمارات، علم الإمارات واسم الإمارات من طرف الدولة وخارج الدولة. صح إن البطولة هي أقوى بطولة في الدعم من البطولات الثانية، بس هم يشرفون اسم الدولة في الدولة وخارج الدولة. كم مرة تتدرب في الأسبوع؟ وين تتدرب؟ كيف بدأت الهواية؟ والله نلعب من قبل، بس أتدرب كل يوم تقريبا مرتين. وين؟ في النادي الفروسية. النادي الفروسية في أبو ظبي. المنافسات القادمة وين بتكون؟ وهل مستعد لها؟ في بطولة، في بيكون في بطولة في رمضان، في رمضان بطولة مفتوحة في رمضان، وفي بطولة خارجية، تصير بطولة خارجية. في شارك هنا وشارك برا. مثلك الأعلى في هالبطولة؟ والله مثلي الأعلى كل ربعي. كل ربعي اللي تدربوا وياي وساعدوني في التدريب، ساعدوني في السمونة في التسجيل، هم يعتبروا مثلي الأعلى. نعم. والصراع يعني الصراع الإدارة والشيوخ إن نأدي ونرفع اسم الدولة. نعم. الحمد لله. حب الشيخ سمو الشيخ محمد بن زايد لهاللعبة، شو قدم اللعبة؟ والله دعم لا يوصف، الشيخ محمد والشيخ طحنون ورئيس الدولة طبعا راعي الرياضات كلها في الدولة. شيء جميل. في الأحوال الحمد لله، يعني أهم شيء أن اسم الإمارات يكون مرفوع في كل مكان.